احنا اليوم كنحتجوا على وزير الصحة وعلى الحكومة ككل، وزير المالية أيضا والحكومة ككل، لأن كان تهميش ديال واحد الأربعة ديال الملفات أساسية اللي اتفقنا في إطار الحوار الاجتماعي في إطار الحكومة السابقة مع نفس الوزير، اتفقنا على أساس أنها هي أولوية، ولأننا استحضرنا استبعدنا الملفات الأخرى، قلنا ماشي وقتها دابا، لأن استحضرنا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي كيمر منها المغرب في إطار جائحة كوفيد 19، وبالتالي يعني درنا أربعة ديال الملفات أولوية. الآن كان نتصدموا بالتصريح ديال الوزير في المكلف بالميزانية اللي كيتحدث فقط عن ملف الأطباء، في حين أننا في الملفات الأربعة كاين الملف ديال الممرضين ذوي التكوين سنتين، ملف الأطباء، وملف الأطر العلمية اللي كيتسموا المساعدين الطبيين، وأيضا الملف ديال التعويض عن الأخطار المهنية. وبالتالي كاين تهميش وكاين اختزال الملفات ديال الصحة فقط في ملف الأطباء. أيضا كاين المشكلة ديال الوظيفة العمومية الصحية اللي حنا ككونفدرالية كان عندنا الشعار ديال المؤتمر في 2010، والان دابا الوزاره كتحدث عن ان ماشي وظيفه عموميه صحيه، كتكلم على وظيفه عموميه طبيه، وكانها اختزلات القطاع الصحه كامله في الاطباء، في حين ان هذا الشيء خصو يكون يعني كيشمل جميع الفئات اللي كتشتغل في القطاع. المشكل اللي واقع هو ان هذا المشروع هذا كيتصوب في سريه تامه وفي اقصاء الفرقاء الاجتماعيين، في ضرب للمواثيق الدوليه وخاصه مواثيق منظمه العمل الدوليه اللي كتاكد على ان القوانين الاجتماعيه خصها تكون باشراك مع الفرقاء الاجتماعيين. كاين ايضا الملف الاخير اللي هو ملف منظومه اعاده النظافه المنظومه الصحيه، اللي هو حتى هو كيتصاوب بسريه تامه، علما ان هذا خصو يكون عليه حوار وطني، لانه ما كيهمش فقط المهنيين بل كيهم حتى المواطنين، لانها كيهم الصحه ديالهم وكيفاش غتتم، يعني ملي غيمشي الانسان المستشفى شنو هو المسار اللي غادي يمشي منه. لا 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 لا. جينا اليوم تلبية لتنسيق النقابي الخماسي ديال النقابة ديال اليونتي لف دي تي سي دي تي اليونتي لو جي تي ام، اللي الحمد لله على تاريخيا عمر وزارة الصحة ما شهدت تنسيق نقابي يضم يعني هاد النقابات الخمس، فجينا تلبية لهاد النقابات اللي دعت لوقفات محلية على إثر التصريح الخطير الغير مسؤول وغير مفهوم الوزير المنتدب المكلف بإعداد الميزانية، اللي قلص مضمون العام المشروع الوظيفة العمومية الصحية في فئة واحدة، حين أن وزارة الصحة يعني تضم مجموعة من الفئات، الممرضين والمهندسين التقنيين ومجموعة من الفئات اللي كتشتغل في تكامل. فجينا اليوم باش أننا نعبر على الرفض ديالنا، وكذلك نرفض يعني سياسة الأذان الصماء اللي كينهجا وزير الصحة في التعاطي مع النقابات الأكثر تمثيلية، خاصة قبيل يعني التنزيل ديال هذا القانون اللي يتطلب يعني واحد التشاور واحد الحوار واحد يعني التنسيق بين كافة المتداخلين في هذا القطاع، باش أن يكون مشروع يهم جميع التطلعات ديال الشغالة الصحية. ففي الأخير نندد بالتأسف اللي لقيناه في هاد الوقفة اللي كانت سلمية، وكنقول أن في قادم الأيام ربما تكون خطوات تصعيدية، إضراب ربما يكون إضراب وطني يعني تحت التنسيق النقابي الخماسي، ووقفات ربما تكون وقفة وطنية لهذا التنسيق. شكرا. كاينش هناك نقاش، لان قبل في الولايه تاع السي الوزير الدكالي كانت تفتح واحد النقاش، وكان نقاشات قطاعيه، كانت نقاشات فئويه، وهذا النقاش حبس، هذا النقاش حبس من نهار جاء السيد الوزير. دونك حنا كنطالبوا بالسيد الوزير بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات الصحيه فيما يخص قانون الوظيفه الصحيه. هذه هي النقطه الاولى، التسريع بصرف الدفعه الثانيه من التعويض عن كوفيد،
لان مازال حنا كنتسناو كان غير تصريحات لحد الان باقي ما تصرفش التعويض الثاني على الشطر الثاني من التعويض على اللقاح. رسالة وزير الصحة هي الالتزام بالوعود ديالو اللي كانت في إطار اللي درنا يعني وجود حل أو إيجاد حل للمشكل ديال أربعة الملفات اللي كنا اعتبرناها بأنها أولوية، هي إشراك الفرقاء الاجتماعيين كاملين في بلورات الوظيفة العمومية الصحية وفي بلورات المنظومة الصحية ككل، وحتى يشارك حتى المواطنين في إطار حوار وطني. شكرا لكم.